من المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية وعبر قناة أوغريت وبثنا المباشر عبر مواقعنا على صفحات التواصل الاجتماعي، نحييكم مشاهدينا الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مرايا الثقافة والفنون. الأدب سجل الحياة ومرآة النفس البشرية، اتجه إليه المبدعون من يمتلكون ملكة الكتابة والتعبير بالقصة أو الشعر أو الرواية، للتعبير عن الحياة بكل جوانبها من الأحاسيس والمشاعر الإنسانية وبكل جمالياتها وإبداعاتها. وبرزت أسماء في عالم الأدب، ومع حركات تحرر المرأة وانطلاقها والإيمان بقدرتها على التعبير، دخلت المرأة عالم الأدب وراحت تكتب بأحاسيس المرأة وبمشاعرها وقدرتها على التشخيص والغوص بالتفاصيل، فكانت قادرة بشكل ملفت على سبر غور مشكلات الحياة والتعبير عنها، خاصة تلك التي تتعلق بالمرأة وبمشاعرها. تنوعت الأسماء في عالم الأدب النسائي، وبرزت أسماء كثيرة في أدبنا السوري والعربي. هناك من صار يطلق عليه اسم أدب نسوي أو نسائي، وهناك من فضل أو يفضل عدم إطلاق هذه الصفات وتسميته أدب بشكل عام. هذه الأمور وهذه المتناقضات، إضافة إلى عن الأدب النسوي السوري إن صح التعبير عنه كذلك، سوف نتحدث في حلقة هذه اليوم مع ضيفتنا الموجودة معنا في الاستديو، الكاتبة والصحفية الأستاذة نور نديم عمران. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك أستاذ، نهارك سعيد. يسعد كل أوقاتك يا رب. من المقدمة التي ذكرناها، هناك من يطلق الأدب النسوي السوري العربي بغض النظر، ما بدنا نحجم الأدب بمكان معين، وهناك من يقول لا يا أخي الأدب أدب. ما بعرف شو وجهة نظرك بالموضوع. طبعا كما قلت حضرتك، هنالك من يرفض تسمية الأدب أو تجنيس الأدب وفصله ما بين أدب ذكوري وأدب نسائي أو نسوي أو أدب المرأة أو أدب الأنثى، وأنا مع هذا الاتجاه. لا يمكن أن نفصل الأدب إلى أجناس من ناحية ذكر وأنثى. الأدب هو يعنى بشؤون الإنسان بشكل عام، نحن نهتم بقضايا الإنسان، نهتم بمشاعر الإنسان، نهتم برؤى الإنسان وطموحاته. إن صح التعبير يمكن أن نطلق أدب المرأة على ما يعنى بقضايا المرأة، كائنا من كان الكاتب ذكر أم أنثى، يعني الرجل الذي يتناول أو الكاتب الذي يتناول قضايا المرأة أو المرأة التي تتناول قضايا المرأة. ربما من هذا الإطار يمكن أن نقول أدب المرأة، لكن ما تكتبه المرأة عن المرأة أن يصنف كأدب نسائي، أنا ضد هذه الفكرة تماما. طيب مش ممكن، خليني أدخل معك بهالتفصيل، خليني أخذ بعض النقاط يعني من كلام حضرتك. في حال كتبت المرأة عن المرأة، ربما هي تعبر عن نفسها. إذا في حال كتب الرجل عن المرأة، ربما ينظر إليها من منظور مختلف، منظور خارجي. أنا خليني دافع شوي عن الشخص اللي عم يقول لك أنه لا، في شيء اسمه أدب نسوي أو أدب نسائي أو أدب، خليني دافع عنه، خليني أخذ شخصية محامي الشيطان هلأ. تنظر المرأة ربما إلى أمور تعمل بها المرأة، تفعلها المرأة، أو حتى بمشاعر وأحاسيس ربما تكون مختلفة كلياً عن منظور الرجل إليها. تمام. طب ليش حرمتي؟ أو على القليل نحن عم نناقش رأي، ليش لحتى نحرم هيدا اللي عم يسميه أدب المرأة؟ ربما هي يا أخي عطى التفاصيل أنت كرجل ما أنا قادر تشوفها. هلأ المرأة الكاتبة ما ناقشت بس قضاياها، يعني أنت لما صنفت أدب مرأة فأنت أضطرت بأنه الأدب الذي يعنى بقضايا المرأة، فأنا المرأة يعني أفق أوسع، يعني أنا ككاتبة كتبت عن قضايا المرأة، أنا كنت أحيانا ببعض قصصي راوي على لسان رجل، أنا حكيت هموم شهيد، عفوا حكيت هموم مواطن، حكيت عن وجع شهيد، حكيت عن كثير قضايا، يعني أنا ما تناولت قضايا المرأة فقط. فأنت لما بدك تحكي عن أدب المرأة ضمن إطار القضايا التي تعنى بشؤون المرأة، فأي حدا ممكن يناقشه، أنت ممكن تحكي كوجهة نظر. تماما. يعني فهيك، فالمرأة هي أدرى بشؤونها، يعني أنا لما بحكي وجعي رح أحكي على الجانب اللي أنا ناقشته ككاتبة أمرأة، فأنا أكيد أدرى، يعني بحكي بعاطفتي، بحكي برؤى، بتطلعات، بهموم، فأنا عايشتها، أو مو ضروري بشكل شخصي، عايشتها مع نساء أقرب، يعني حكون أنا أقرب أشعر فيها، لأنه هون وقتها بيصير فيني أقول كتجنيس، إنه أنا كأنثى حسيت بمشاعر، أنت كرجل بتشوفها بتنظرها من مفهومك، الرؤى اللي أنت شفتها أو التطلعات اللي شفتها أنت، فبتختلف ما بيني وبينك. يعني ممكن نعتبر أنه مثلا لما نذكر كلمة أدب نسوي وهو موضوع نسبي
وليس مطلق تماما حسب الموضوع اللي نحكي عنه؟ إذا أخذنا من الإطارة يعني أنه القضايا التي تعنى بشؤون المرأة، يعني الأدب الذي يعنى بشؤون المرأة فقط. أما المرأة تكتب للمرأة نسميه أدب نسوي، أنا ضد هذه الفكرة تماما. مثل ما سمينا أدب أموي، أدب إسلامي، نسبناه لمرحلة مثلا يعني، أو بس كانت مرحلة يعني مرحلة إيه؟ بشكل فأنت هون ما فينك تسمي أدب المرأة، بدك كتير فضفاض الموضوع كتير وكبير، أنك تجي تقطره وهيك تحطه بإطار صغير كمان صعب. هو موضوع حتى يعني بغض النظر لما عم نقطر هذا الموضوع أو عم نقطر الأدب، يمكن الأدب ليس له أطر، الأدب ساحة واسعة جدا تماما. أنت كأنك عم تجمد الفكر بمصطلحات ضيقة، يعني الفكر والأدب دائما هو ينابيع متجددة ودفاقة. لما أنا بدي أحط مصطلحات سمي أدب رجالي أو أدب شباب أو أدب أطفال أو أدب كذا، فأنت عم بتقطره وعم بتجمده. لا، خليه مفتوح وخلي دائما في شيء جديد متجدد. يعني حتى أدب الأطفال، الكبار يكتبون للأطفال، الأطفال يكتبون للأطفال، يعني نفس الفكرة. فأنا المرأة تكتب للأطفال، يعني في عنا أكثر من قضية، صرنا هيك لما بدنا نقطر يعني صار عم نحجم نحن. صح. يعني أكيد الأفق أوسع من هيك. صح. يعني وعبر التاريخ ما بظن، يعني ما بظن في شخص ممكن يعرف كل ما كتب عبر التاريخ، لكن لم يعرف يعني خليني أقول أنا نسق أدبي عرف للمرأة فقط الفضل فيه أو للرجل الفضل فيه. يعني دوما لما بدنا نستذكر أي قصة ربما إنسانية أو حتى روايات خيال علمي نذكر أسماء أدباء رجال وأسماء أدباء نساء. نعم. يعني نعم. فيمكن من هون أنه لا، خلينا نخلي الأدب هو كأدب بشكل عام. طيب خليني أخذ الشق الآخر بغض النظر عن التسمية، عن كتابات المرأة، المواضيع التي تكتب عنها المرأة بدون التسمية. أنا أستاذي نور ما بدي أدخل بالتسمية، بس بدي أدخل بالحالة الشعورية ربما التي تكتب عنها المرأة في إطار معين تختلف بشكل أو بآخر عن الرجل طبعا. لكن من يقيم أن هذه الكتابة إذا كتبت المرأة عن هذا الموضوع فهو يفضل، فهو يعني محبب أكثر إلى القراء؟ هذا في شيء نص أدبي، نص قانوني، ما بعرف يعني، أم بالنسبة للقارئ؟ طبعا القارئ هو الذي يقيم، لدينا قارئ عادي وقارئ مثقف أو ناقد. القارئ العادي ربما يميل إلى الأدب القريب منه، إلى الأدب العاطفي الذي يلامس وجدانه أكثر، فيقيم من خلال عاطفته. أما القارئ الناقد فهو يقيم من وجهة نظر ناقد، فلا يمكن أن يقيم هذا الأدب لأن كتبه رجل أو امرأة، يقيمه لأن هنالك معطيات في الأدب. صح. من خلال هذه المعطيات. لكن الشائع أن المرأة تشعر أو عاطفتها جياشة أكبر فتكتب بعاطفة أقوى، تلامس الوجدان أكثر، فنشعر أنها أقرب أو أفضل من يصور واقعها. ربما هذا هو الأمر. حلو كتير. هلأ نحن زميلتنا نور إسماعيل أعدت لنا استطلاع هو حول الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه أنا وحضرتك عن الأدب النسوي السوري. كان السؤال: ماذا تعرف عن هذا العنوان؟ ما هي الكتب في حال كنت تعرف اسم كاتبة سورية يذكر لنا؟ رصدت لنا الآراء والإجابات بهيدا الاستطلاع المنتابع والدقائق القليلة القادمة، ومن ثم لنعود. الأدب الإنسوي شو رأيك فيه؟ أكيد نحن من أنصاره، كونه أنصار نسائي، يعني في الأيام السابقة اللي مضيت طالعنا بعض الكتب اللي أحلام مستغانمة وكتابة اللي رائد على مستوى فوضى الحواس، فكنت أنا من قراءة وكان كتاب واقعي ويصف حالات المرأة في جميع يعني حالاتها في المجتمع. الأدب الإنسوي بصراحة له وجود، ما حدا فينا ينكرون، كان بالوطن العربي أو حتى عالميا أو محليا. الأدب الإنسوي باتجاهه إلى التطور الدائم، وهالشيء شفناه كمان عبر كذا بوابة. يعني بالنهاية في عندك بوابة أحلام مستغانمي عند على ما أعتقد الأسود يليق بك، ذاكرة جسد، وعندها كتير أشياء اشتغلت عليها يعني وأثبتت وجودها على وسائل التواصل الاجتماعي أو إن كان بالوسائل المطبوعة أو المقرية أو المكتوبة. ليش حتى يصير في تفرقة بين أدب أنثوي أو أدب ذكري؟ ما هو الأدب أدب، سواء أنثى سواء ذكر سواء شو ما كان، يعني أنا هذا رأيي باختصار. فما في داعي تصنف الأدب لشيء لجنس محدد، يعني ما له منطقي. بتخطر في بالي هلأ حاليا هي نوال السعداوي. نوال السعداوي كتبت كثير عن المرأة و
كتبت بحقوقها للمرأة. هل الأدب ما بيحده أنثى ولا ذكر؟ لأنه الأدب أولا هو عبارة عن ثقافة، ثانيا قدرة عن التعبير عن هالثقافة الذاتية، وبالأصل بدها تكون الموجودة الموهبة. المشكلة كثير أحيانا أنه بهالفترة ما عم نشوف الموهبة موجودة، يعني منشوف كثير فينا نقول متسلقين على هذا المضمار مثل مضامير أخرى يعني ممكن يتسلقوا عليها. فسواء كان أدب، ما في أدب ذكوري ولا أدب أنثوي بالأحرى، هذا التقسيم أنا بشوفه معيب بحقنا. من جديد أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. أستاذي نور أهلا وسهلا فيكي. خلينا نناقش أنا وياك كم نقطة وردت بالاستطلاع. يمكن أبرز نقطة هو ما بدنا لغة العموم مانا صحيحة، بس يمكن عنا ضعف مع الأدب السوري، الأديبات السورية. ثقافتنا عن الأدب السوري ضعيفة. وعن الأديبات السوريات مانا، يعني الأسماء اللي ذكرت كلها لأسماء من خارج، من الوطن العربي، من خارج سوريا طبعا. ونحن تاريخنا حافل بالأديبات، عنا برأيك ليش؟ أنيسة عبود، نادية خوس، ليلى المقدسي، عنا كتير أديبات وشاعرات، هند هارون، يعني تاريخنا حافل بالأسماء الجميلة والبراقة واللي تركت بصمة حتى في أيام، يعني أيام الثورة، بدايات أيام الاستعمار الفرنسي، أيام في عنا كتير أسماء، وحتى بالعصر الحديث يعني في عنا كمان أسماء رائعة. فللأسف هي مغيبة عن ذهن القارئ أو المتابع. طبعا هون يعني أكيد في كتير جملة أسباب، ضعف القراءة والمتابعة، ضعف الاهتمام. هلأ أنا دائما بقول أنه نحن لما بنعمل ندوات وأمسيات ثقافية وأدبية بندعي لها فبيكون الجمهور قليل صراحة. لما بنعمل مسرح، المسرح ممتلئ، بنعمل أمسية أدبية بنعده، يعني بيكونوا أشخاص محدودين جدا المهتمين. يعني هلأ نحن دائما نشوف تقارير عن أمسية لأسماء كبيرة على الساحة وإلى بصمتها الكبيرة. أنا بخجل لما بشوف أنه الحضور 20 شخص. طيب ليش هالضعف؟ أكيد في إعلانات وأكيد في كذا. القارئ صار عم يتجه للنت، يعني أنا أي كتاب بدي إياه من النت، أي شيء بدي إياه، أي معلومة، أي كذا. ويمكن إذا ما قدرت أحصل عليه عن النت فأنا بهمله أنه ما عاد فيها الاهتمام. فهون لازم نفعل دور، نرجع على دور القراءة نفعلها. هيدي جملة من القضايا اللي بدها علاج جذري، يعني مو بس يعني لاحظ أنه ما حدا ذكر اسم كاتبة سورية. صح هذا شيء كان ملاحظة واضحة. تماما. بالنهاية هذا الضعف منا أكيد نحن بنتحمله، من كل شخص، من كل شخص هذا بيتحمله كل شخص. تماما. أوكي. بدي أرجع كمان على كم نقطة وردت بالاستطلاع. في البعض وافق أنه أدب نسوي نسميه أدب نسوي، وفي البعض قال رفض جزئي. هدول يعني شريحة، فهنا بتمثل صح. الأكبر يعني هو هيك بالمجتمع ككل، في ناس بترفض وناس بتوافق. بالنهاية هي آراء. بس لفتني يعني أحد يعني اللي عملت معهم زميلتنا نور اللقاء، أنه قال أنه ما في موهبة، في متسلقين على الأدب. وفعلا أستاذي نور هلأ في عم نشهد بالفترة الماضية كتير هيدا المصطلح، أنه من يطلق كلمة أديب، من يطلق كلمة شاعر، من يا أخي كيف في قواعد، في ضوابط. هلأ اللي بيشهد بهذا الحكي، يعني نحن أحيانا عم نحضر بالشهر الواحد حفلات توقيع، يعني نشهد على الأخبار أنه تم توقيع كتاب للشاعرة فلانة أو للأديبة فلانة أو للشاعر فلان أو الأديب فلان. يعني نحن على أرض الواقع ما لنا شايفين. حتى أنت لو جبت هيدا الكتاب بيوز أنت كقارئ ما يعجبك، تقول كيف عاطينه موافقة على هذا الكتاب؟ أنه ما نجدير بالموافقة. هيدا الموضوع لازم يكون له ضوابط أكبر من اتحاد الكتاب، من وزارة الإعلام، من الجهات الرسمية، أنه إعطاء الموافقات أو هاي القضايا يكون في دقة أكتر. يعني هي من ناحية. هلأ ممكن يكون عم بيطبعوا بدون موافقة، هلأ هي ممكن عم تصير ضمن منتديات. تمام. ضمن ملتقيات. هي دوما كنا نسميها نحن أنه هي منبر رديف للمراكز الثقافية، مش بالضرورة عم تنعمل جوا ضمن إطار حكومي. تماما يعني تماما تماما موافقة عليه. فهي حديثنا حتى على الفيسبوك والمنصات، يعني أي واحد ممكن ينشر. صار في عندنا كتاب. هلأ هي ظاهرة إلى إيجابياتها صح طبعا سيف ذو حدين. يعني أنت كمان لما أنت عم الشخص اللي عنده كانت موهبة، ما حدا كان يتجرأ يكتب ويعلن عن نفسه كذا. بس أنا فكرة أنه نقدم نفسنا كقارئ، ككاتب أو كأديب، يعني أنا يعني عندي كذا مجموعة، ولحد هلأ لما بحضور أي أديب بحس بخجل شديد أنه أنا تجربتي كتير متواضعة تجاه هاي الأسماء الكبيرة. فهلأ بشوف الأسماء صح. اللي هلأ طلعت إلى صدى كبير يعني هيك. صح.
هلا بالنهايه هي الاراء اللي سمعناها وبظن كل واحد محق لوجهه نظره انه اذا حابب يسميه ادب نسوي ام ادب بشكل عام. بدي ارجع قبل الاستطلاع على كم نقطه حضرتك ذكرتيها، بهمني اناقش مع حضرتك موضوع القراء، قارئ عادي، قارئ مثقف، قارئ ناقد. هلا الكاتب لما بيكتب يكتب لكل الشرائح طبعاً، صح؟ طبعاً. يعني بيكتب للقارئ العادي ويكتب للقارئ المثقف ويكتب للقارئ الناقد. مش بالضرورة يتوجه إلى شريحة معينة. هون ممكن تكون إذا توجه لشريحة معينة. هلأ نحن ما بنعرف، هلأ ممكن كاتب يكتب قصة بسيطة جداً، هلأ بتقولي لي أنه هي موجهة إلى القارئ العادي وليست إلى القارئ المثقف؟ الحالة الإبداعية ما أنا موجهة لحدا. أنت لما بتكتب، أنا لما بتصير بحالة إبداعية ما بفكر مين اللي رح يقرأ، بفكر أنه أنا هاي الحالة عايشتها فبدي أعبر عنها. هون بيظهر إبداعي، أنا بدي أقدم هاي الحالة. عم بحكي عن كتابة قصة أو شعر أو رواية بغض النظر عن المقالة، مو عن الجانب الصحفي أو كذا، المقالة الإبداع القصة أو هيدا. فأنا حالة إبداعية موجودة عندي بدي أظهرها، فأنا ما بيكون بذهني مين بده يقرأ، بيكون ذهني الحالة بدي أعبر عنها. كتبت هاي الحالة، القارئ هو اللي بيقيمني، يعني وصلته ولا ما وصلته. القارئ العادي بياخذها من جانب عاطفي، انه هي لامست مشكلته، القضيه اللي بتهمه، كانت صادقه صدق اللي انا احساسي وصله ولا لا. المثقف ممكن يكون عنده اطلاع، عندي مقومات القصه كاتبتها، في شيء تجديد عندي كذا الى اخره. القارئ الناقد بحط لي نقاط ضعفي ونقاط القوه عندي بقصتي، قدمت شيء طرح جديد، انا كقاصه عملت شيء جديد ولا عم كرر نفسي. فانا لما بكتب ما بيكون بذهني القارئ اللي انا عم اتوجه له. طبعا ممكن يكون في حدا متخيل بذهني شخص معين او كذا، بس كشريحه لما انا بدي ممكن يكون متخيل المثال الاعلى لك بهيدا المجال تماماً. اللي انت عم تشتغلي فيه. لاكتب انا نفترض انا عم بكتب قصه امراه، ما انا فيني شغله كمان، انا لما بكتب قصه بعيشها تماما. يعني انا اذا بسمع قصه، مش هيك المفترض؟ شفت كيف الممثل بيعيش احداث دور. قبل انا هيك لما بكتب القصه، فانا ممكن اكون عايشه القصه مع شخصيه ممكن تكون شاهده لي، فانا بعيشها. انا ممكن تدخل تشوفني عم ببكي انا عم بكتب القصه، فانا بعيشها. بيكون همي الشخص اللي عم اكتب عنه كثير، يعني الحاله اللي عم مثلها بدي اوصلها باحاسيسها وبصدقها. بعدين بيجي موضوع اللي بده يتلقاها والنقد، فانا وش بكون عم عيش الحاله وانقلها للورق. بعد ما بتصير على الورق بتطلع بشوف اذا في عندي شغلات ممكن ضيفها ممكن كذا، بس يعني ما بيكون عم فكر انه رح يقراها ناقد لهذه القصه ولا رح يقراها واحد كذا. انا بكون عم عايش حاله عاطفيه وحاله وجدانيه زائد الحاله الابداعيه. صح. خليني بس اتوقف قليلا عند القارئ الناقد او الناقد بشكل عام. النقد هو ايجابي لما سلبي، بس بتشعري انه لما بينجاب سيره نقد دوما بتروح بتوجه للسلبي، وياتي بعدها كلمه انه انا عم ضوي لك على السلبي مشان انت تقويهم دون ذكر الامور الايجابيه في حال كانت موجوده. وما بظن في حدا كاتب شيء الا ما ينوجد شيء ايجابي. برايك انت عمليه النقد اللي عم تتم سليمه؟ الناقد هلا ممكن اثنين ينقدوا، ممكن ينقد شخص ناقد مثقف كاتب من قديم له تجربه، ممكن ينقد ناقد مثلي مثلا ليس بأديب وليس بأنه ينقد حسب ما قرأ. هون كيف لازم تتم عملية حتى بالنسبة للكاتب، يعني التغذية الراجعة بالنسبة للكاتب؟ هلأ كتير شيء حلو أنه أنت تسمع نقد إيجابي، كلنا بنحب النقد الإيجابي طبعًا. أكيد، بس اللي بيحبك بيعطيك النقد أنه اللي يوجهك بشكل صح، بس كمان الطريقة أو الأسلوب بتلعب دور هي حتى صح. بالحياة مو بس بالكتابة صح. أو بالقصة. بس أنا بنفسي بتجربتي كتابي الأول مولودي الأول أكيد بيختلف كتير عن أنا هلأ. أنا صار عندي 5 مجموعات قصصية، يفترض الأخطاء اللي وقعت فيها بمجموعتي الأولى ما تتكرر هلأ. مفروض كل كتاب، أنا المولود الأول منحبه بكل أخطائه مثل ما هو مزم. أوكي، أخذت آراء النقاد سلبا وإيجابا. المولود الثاني لازم يكون أرقى أفضل أنضج كذا. وصلت بعد 5 مجموعات قصصية مفروض أنا ما يكون عندي بقى، يعني وصلت لمرحلة يكون في شيء جديد أقدمه ما كرر نفسي. هلا الناقد لما بيجي، انا بحب اي ناقد لما بدي اعمل اي توقيع اي كتاب او اضاءه على كتابي بحبه يشوفني بالكتب الخمسه، يعني انا بحب اقدم له المجموعات، شوفني انا كيف تطورت ادواتي ومفرداتي، انه انا يا ترى بالتسعينات كنت مثل بعدين مثل كذا الى اخره. هلا على سيره الناقد، هلا انا مثلا بمجموعتي الاخيره حب في زمن الكورونا قلت لهم اكثر ناقد، يعني انا كثير كل مجموعه بكون في اكثر من اضاءه نقديه عليها. في احد القراءات يعني، وانا بوجه له تحيه الدكتور زكوان العبدو، هو من اكثر النقاد، هو اختصاصه ادب حديث،
اللي لامستني حسيت كأنه كان قاعد معي أنا وعم بكتب القصة صدقا، لما هو عرض الإضاءة اللي قدم لي إياها فحسيت تماما أنه هذا الشخص كان بذهني، الطريقة اللي قدم فيه عرض، فهو من أكثر القراءات اللي لامستني تماما وعرفت مواطن الإبداع والوجع والضعف، يعني هيك حسيت أنه هو تماما كان يعني معي أنه عم بكتب القصص. فأحيانا الناقد لما بيعطيك نقد بحفزك للأفضل، مثل أنت لما بيكون في عندك ابنك أو طالب أو أي حدا، كلنا مهما كبرنا مهما وصلنا لأي مطرح من التميز في حدا يوجهنا وفي حدا شعورنا أنه نحن وصلنا بحطمنا. فأنا دائما بقول لهم بحب كتير اسمع أكيد نقد إيجابي، بس أنا بتمنى تعطوني السلبي لطور نفسي، ما بدي كرر حالي بتجاربي يعني صح. هيك صح صح. هلا عود على بدء كما نقول يعني لموضوع أدب المرأة. أدب المرأة خليني أنا ناقشه. إذا ما قارنا كتابة المرأة بكتابة الرجل، هلا أنا بدي أبتعد عن التسمية إجي قارن الكتابات، برأيك المرأة بمشاعرها قادرة أن تعبر عن التفاصيل أكثر من الرجل أدبيا؟ هلا بالحياة المرأة بتهتم بالتفاصيل أكثر من الرجل، يعني أنت لاحظ أنت ممكن يكون عندك شغل تركيزك كله على هاي الشغلة بدك تعملها بأحسن ما يكون، بينما شوف طرف تاني امرأة أخرى. أنا رح أعطيك عن نفسي طبعا. أنا صحفية وكاتبة ومديرة مدرسة وميت قصة وعندي بيت وأولاد، أنا بحاول لحق على كل هدول سوا وبدي أكتب المسا، يعني أنا في عندي حالة لازم أعيشها في طقس معين بدي أعيشه، فأنا بهتم بالتفاصيل كتير. أنا عم بحكي على مستوى شخصي، أي امرأة، نحن النساء كتير بنحب التفاصيل بندور عليها بننقشها، فلما المرأة بتكتب بتشوف بعيون قلبها. طبعا العقل له دور كبير اكيد وتوجه، ما فينا نستغنى عن دور العقل لا بالكتابه ولا صح بالحياه صح صح، بس صح المراه في عندها عيون بقلبها تكتب فيهم، فبنهتم بالتفاصيل. الرجل بيكون عقلاني اكثر بكتاباته، يمكن لهيك سموه انه يعني المراه بتظهر عاطفتها بالكتابات اكثر، بتكون حاله وجدانيه اكبر، فممكن نصنفها انه هي بتهتم بالتفاصيل ودقائق الامور صح. يعني حتى موضوع انه المراه تكتب، يعني مثل ما حضرتك تفضلتي، يمكن في عنا عرف مجتمعي انه المراه لبيتها لاولادها لتربيتهم، يمكن لما نحن بنسمي الادب المراه او الادب النسوي هو نوع من تقدير لهذه المراه على الجهد اللي عم تبذله بحياتها، اضافه الى انها كاتبه. توافقي هاي الفكرة؟ هو حلو لو انه هيك كانت الفكرة، يعني انا حبيتها انا حبيتها لو انه بس ما بظن انه هيك، يعني يا ريت تكون هيك انه هي تقدير للمرأة، انه نحن خلينا نعطيها يعني مثل نوع من التثنية انه نشكرها او الثناء او كذا، فهيك يا ريت لو هيك، بس هي ما بظن يعني هي بتتاخذ حسب الكتابات انه المرأة هي كأنه نظرة دونية انه هاي كتابات المرأة اقل، يا ريت لو تكون هي الحالة العكسية اللي انت عم تشير لها، فانت شخص ايجابي عم تشوفها من منظور الجميل، بس المجتمع لاحظت انه نرفض انه التقسيم، نرفض التجنيس، نرفض كذا، لانه هذا بروها هي نظره دونيه لكتابات المراه، كانه المراه كتابه المراه اقل شان من كتابه الرجل. اها هيك يصنف البعض. البعض طبعا اكيد ما في نحن عمل. كمان نحن هلا هالفتره عم نعيش ايام مناهضه العنف ضد المراه، هذا طبعاً. عنف ادبي طبعاً. هذا ضد طبعاً. ضد طبعا ضد المراه ونرفض لا للعنف لا للعنف اكيد حتى ادبيا. طب موضوع الادب بشكل عام، طيب هلا هو متراجع أو ما بعرف إذا كان متراجع وهو في حركة تراجعية مستمرة، مثل ما تفضلتي بالذكر بالبداية أنه لما بيكون في أي دعوة لسهرية أدبية أو توقيع كتاب منشوف 20 شخص موجودين، مسرحية أو فيلم سينمائي أو أي أمر آخر مدرج مليان، بيكون المدرج مليان. طيب ممكن في شخص بيجي يعني بيقول لك أنه يا أخي أنا ابتعدت عن الأدب لأنه الأدب ما عم يجيب لي مردود مادي، نحن دوما منهمش الجزء المادي، طب ما هو ضرورة. طب إذا أنا كاتب أنا أحتاج إلى قلم وورقة وطباعة ونشر صحيح. وإعلان صح. عن الكتاب، طب مين بده يمول هيدا الموضوع؟ ممكن لهيك ابتعدت الناس عن الكتاب. هلأ للأسف الموافقات الحكومية على طباعة الكتب تأتي دائما متأخرين، أنا عندي موافقة على طباعة كتاب بس بجوز ما يجيني دور لبعد سنتين ثلاثة، فأنا أفضل لا خليني أطبع حسابي موافقة للطباعة لنشر الكتاب يعني أطبعه هيك إيه، فانا لا افضل هالكتاب يموت، بس انا كتبت حب في زمن الكورونا واخذ موافقه عليه، بس انا بدي ضل استنى، ما هو هلا وقت الكورونا بعد سنتين ما بقى وقتها ممكن تروح ان شاء الله بتكون راحت يعني ما بفضل، فانا بحب الكتاب يكون مرافق للاحداث يعني هيك، فبس ممكن الناس عندها هاي القدره، يعني في اشخاص كتير ممكن عندهم انتاج افضل وعندهم امكانيات اكبر ادبيه بس ما تتح لهم هاي الفرصه. هذا الموضوع كتير عائق، مثل الفنان التشكيلي مثل اي حدا، الفنان بده ادوات بده الوان بده كذا، فكتير الموضوع المادي بيقيد المبدع وبيأذيه، بس نحن للأسف هلأ في ضيق اقتصادي على الكل،
يعني هذا الموضوع مأثر أكيد، الحرب أثرت والأزمات أثرت على الجانب الإبداعي عنا. هلأ أنا كتير بقول الحمد لله نحن لسه عم نعمل نشاطات ثقافية، يعني حتى محافظتنا اللاذقية كثير نحن عم نعيش أيام الثقافة السورية، ومديرية الثقافة يعني عم تحضن أي نشاط وأي كذا وعم تكون حاضرة رغم الإمكانيات الضعيفة. في عنا حركة ثقافية كتير يعني منيحة بالمحافظة. صح. هلا انا ليش سالتك عن الموضوع استاذي نور؟ لانه نحن هلا من 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 ضوء عملنا الاعلامي بنعمل كثير لقاءات مع اطفال صغار مواهب تحديدا في مجال القصه والروايه والالقاء، بنستضيفهم عندنا بالاستديوهات، تشوف انطلاق روح يعني ما عاد تعرفي شو تسالي يعني ما شاء الله عطى هالي جدا قويه، بعد تراكم السنين يختفي ما انه موجود كل هالافكار كل هالخيال اللي كان براسه لا يكتب. أنا عم حدد موضوع الأدب، يعني من هو طفل أخذ جائزة بموضوع كتابة قصة يفترض مع تراكم السنين والخبرة في جهة معينة تحضنه وتدعمه. هلا ممكن جزئية من كلامك صح إنه في جهة، ممكن هو حتى نفسه يعني حتى الأهل حتى الوضع الاجتماعي، بتعرفي نحن دوما لما بتسألي أي شخص شو بدك تدرس بيقول لك يا طبيب يا مهندس. تماماً. ممكن هذا يعني أنا بدي أحكي عن الوضع الاجتماعي، ممكن الوضع الاجتماعي هو مؤثر سلباً. هلا أنا ممكن أنا أقول بقول لك فكرة إنه هلا احيانا انا بشوف لك نحن لما نقول دائما انه اذا الام والاب مثقفين لازم يكونوا الاولاد الى اخره. لا انا بشوف مش بالضروره. لا هلا انا عندي على مستوى انا بتعامل دائما عندي نشاطات تطوعيه مع كانت مع اليونيسف ومع الهلال ومشتركه وعندي تجربه اخراج مسرحي، فانا اشتغلت مع شباب ويافعين واشتغلنا الموهوبين كانوا كلهم من بيئات مغلقه وكانوا من بيئات ما انا مثقفه وقدموا شيء رائع جدا. يعني نحن احيانا منهمش يعني انه لا اكيد كتير حلو انه الاب والام يكونوا مثقفين ويراعوا، بس احيانا الاب والام اللي ما صاحت لهم فرصه منيحه ممكن يعملوا كل شيء لاولادهم ليعطونا الفرصه. تماما. هلا انا مثلا يعني انت ضد عباره او مثل فاقد الشيء لا يعطيه؟ تماما، بالعكس احيانا الواحد بيحب اولاده يكونوا احسن منه، بيحب يعطيهم الشيء الافضل. هلا البيئه كتير بتلعب دور. صح. والدعم الاسري اهم من اي دعم كان، بس مو بالضروره اذا انا كنت انا اختصاصي لغه عربي مو ضروري ولا اهلي يفترض او انا بتمنى ان اولادي يكونوا مبدعين باللغه العربيه، طبعا هن هيك الحمد لله. بس مو بالضروره انهم يكونوا هيك، ممكن ما يحبوا لهذا الشيء ابدا، بس انه ما معناته اذا انا هذا الاختصاص او انا ماني جامعيه او انا ماني كذا اولادي يكونوا فاشلين. لا، انا بوجه تحيه لكل ام وكل اب ما اتحت لهم فرصه الدراسه والتحصيل الدراسي واولادهم باعلى المراتب. انا عم اقول لك اني انا مع تعاملي مع هدول الشرائح الشباب واليافعين ببيئات كثير مغلقه واهاليهم يعني يمكن ما معهم تاسع، بس صدقا انا شفت معهم حالات ابداعيه رائعه جدا، يعني بالكتابه بالتمثيل حتى بالاختراعات. يعني انا عندي طلاب او ناس اطلب يعني هالشباب عم يخترعوا اشياء كثير حلوه، مكنسه كهربائيه، مروحه كذا، باعاده تدوير الاشياء. فهدول ببيئه ما انا كثير يعني منفتحه صراحه، بس عم يعملوا شيء حلو كثير. فانا بقول اذا هيك ببيئه مغلقه مفروض نحن الاهالي اللي عندهم خلفية ثقافية عندهم يعني تحصيل علمي كذا استولادهم يكونوا أكثر وأكثر، يعني هذا أنا هي وجهة نظري. صح. بس البيئة طبعا نحن عم نقول خلفية ثقافية والمقصود فيها ثقافة الحياة. أيوة تماما، مش أنه لازم تكون لا أديب أو لا لازم لا تكون لا شاعر أبدا. لك أولا الشهادة ما بتقيم الشخص أبدا، طبعا هي تثبت أنك متعلم وليس تمام. أنك الموهبة فاهم الحياة، شيء من رب العالمين. هلأ أنا حاولت أدعم موهبتي بالدراسة، أنا أول مرة بكتب بجريدة كنت صف ثالث، أبوي وأمي ما بيقروا بيكتبوا، بس أنا ببيئة بتهتم بالثقافة. هيقولك الظرف. يعني هي أنا من لما كنت صف ثالث أهلي بيهتموا بهذا الجانب، فنشط هذا الموضوع عندي وتابعوني. يعني وصلت لهي المرحلة، فأنا مع أنه الواحد دائما يهتم يشوف يدور على بذور الإبداع ويحاول ينهض فيها بأي حدا. هلا بالرغم من كل هالظروف اللي عم نعيشها، خليني خصص هالسنين العجاف اللي مرت علينا من حصار اقتصادي جائر، بعدنا عن نشاط حراك ثقافي طبعاً. بعدنا الأهالي حتى عم نشوفهم. معلش خليني كمان أتوجه لموضوع جدا هام يتعلق بموضوع بالأدب بشكل أو بآخر بإطار الثقافة، هو مادة التعليم الوجداني. يعني نحن رحنا على بعض المدارس عم يقوموا بجولة تعليمية بين طلاب صف رابع، يمكن كنا بمدينة جبلة، كانوا عم يعملوا هيك مثل جلسة حوارية، أخذين متقمصين دور مذيعة ومتقمصين دور مرشدة نفسية، ودائر حديث جدا جميل. يعني نحن دوما توجهنا عم يكون للشيء العلمي، يعني الشيء الأدبي عم تحسيه خفيف، أو مثل ما ذكرتي بالأول أنه مثل ما عم نقول أدب مرأة، فنحن عم ننظر نظرة دونية. نحن عم ننظر نظرة دونية للأدب. تمام. صح لما لا؟ تمام.
هلا حتى رح احكي انا عن تجربه عندنا حلوه كثير بوزاره التربيه. في عندنا شعبه التميز والابداع، وعنا عم نحكي هلا في عندنا مركز وطني تابع لوزاره التربيه للمتميزين بالعلوم الاساسيه بالفيزياء رياضيات علوم. فانا هلا من الاشخاص اللي عم حاول اعمل شيء مماثل، يعني انا عم طالب هلا يعني ابذل جهود لنعمل نفس الشيء بالادب والفن. وهي من هلا ومن هون بنوجه له للسيد الوزير انه نحن بحاجه شعبه للادب والفنون كمان مثل اسوه بشعبه الفنون العلوم الاساسيه. نحن دائما بنحتضن الولد المبدع علميا، بنحتضن الولد بالرياضيات بالفيزياء بكذا، كمان الولد المبدع بالفن بحاجه لاهتمام مننا، والولد المبدع بالادب بحاجه ابداع بشكل عام. تمام، يعني ما بصير نصنف بالرياضه باي شيء مفروض. وطبعا هلا هي توجهات التربيه، طبعا يعني هيدي نحن عم نشوف هلا كثير في لموضوع الحصص الفنيه وحصص الرياضه كثير في تنشيط بهذا الاتجاه. هلا هو دوما نحن بنقول بالتاكيد هذا هو توجه الوزاره وكل مؤسسات الدوله، لكن للاسف دوما نقول ضعف الامكانيات، ضعف الامكانيات الماديه عم تلعب دور بهذا الموضوع للاسف نتيجه الحصار. ان شاء الله بقادم الايام، يعني دوما نحن بنامل جيل بعد جيل بعد جيل. يعني موضوع كتابات المرأة حاليا ضمن الأدب، ضمن الشعر، ضمن القصة، ضمن القصة، كيف عم تشوفي؟ خليني خصص محافظتي، لا خليني أحكي عن محافظتي فقط. كيف عم تشوفي الحراك؟ معلش أنا بدي أحكي عن المرأة، ما بدي سمي أدب نسوي، بدي أحكي عن حركة المرأة في الأدب. هلأ نحن من المحافظات الناشطات جدا 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 بالحراك الثقافي النسائي. يعني نحن هلأ رح نحكي على مستوى، يعني في الشهر الواحد عم بيكون عندنا توقيع كتاب لأكثر من أديبة أو شاعرة. يعني أنت إذا بتتابع نشرات الأخبار وصباح الخير عليك، صح. فدائما عندنا الشاعرة فلانة والأديبة فلانة والكاتبة فلانة. هلأ هي أنا رح أعتبرها حالة صحية، يعني هالغزارة بالأسماء حالة صحية، لأنه خلينا نعتبر هالظروف حرضتنا على الإبداع وفتحت لنا مجال للحوار. هلأ أنا ما بشوف، هلأ أنت القارئ بكرة بيحدد إذا هذا الكم جيد ولا لا، بس مجرد محاولة الكتابة وخلينا نعتبر المرأة عم تتمرد نرجع تتمرد على واقع وعلى الأطر اللي عم تضيق عليها. فبعيدا عن أنه إذا هذا الأدب له مقومات الأدب ولا لا، الناقد هو اللي رح يحكم بالنهاية، صح. والقارئ هو اللي رح يحكم، بس مجرد أنه نحن في عنا حراك ثقافي بوضع اقتصادي خانق وبظرف حرب وبظرف مرض فهو دليل صحة وعافية. نحن عم نتعافى ونرجع للحياة، يعني نحن لسه قادرين على الولادة وعلى العطاء، صح. والتجدد، صح. فهو حالة صحية، صح. ونحن محافظتنا ثقافيا الحمد لله بحالة جيدة جدا، الحمد لله رب العالمين. بدي أرجع موضوع النقد، بس بدي أحول الموضوع لكتابات حضرتك. هلا ممكن النقد اتفقنا عليه ممكن يجي من شخص أهل من أهل النقد، ممكن يجي من شخص قارئ عادي. نور عمران تقبل النقد من الشخصين؟ طبعاً ما عندك مشكلة، أكيد، حتى لو كان النقد من شخص غير عالم بس حابب ينقد، يعني إيه ليش لا، هو حقه ينقد. أنا عم أكتب وبدي أتقبل النقد، مثل أنا لما بقرأ أي شيء وبدي أقدم نقد أنا ما رح أجامل فيه، فلازم أتقبل من الآخرين ينقدني بأي عمل كان. يعني أنا لما بدي أشتغل عمل لازم أتقبل النقد، وإلا ما في داعي أشتغل، خليني أنا هيك لحالي ببرجي العاجي ومبسوطة بحالي. طب بسلسلة كتبك الخمس بوجه لك نقد؟ يا طبعا أخذت فيه؟ إليك كل خطوة بخطوة؟ طبعا، وإلا أنا يعني كيف بدي يعني طور نفسي إذا بدي ضل هيك متقوقة على نفسي وأنا أحسن واحدة بالعالم؟ أكيد ما رح طور نفسي. ممكن يجيكي رأي، ممكن أنه أنا مصر على هيدي، ممكن النقد يكون بأكثر من بند، ممكن الكاتب يكون مصر على هيدا النقد أنه أنا لا أنا يعني على هيدي هلأ أنا إذا في الفكرة أنا ما رح غيرها. هلا اذا في مطارح انا مقتنعه فيها وانا شايفتها حلوه مثل ما هي ما بغيرها، في مطارح بحس انه لا انا مضبوط كان لازم غير بغير. هلا انا احيانا بكتب قصص وبتركهم على جهه بتكون حابه الفكره، بس بحس انه في شيء ما اكتمل، في شيء انا لسه لازم اعمله، بتركهم بعد فتره برجع ممكن طور عليهم ممكن كذا اشتغل فيهم. ايه بحس انه مو هيك، لا ما هدول ما لازم احط اسمي عليهم، لسه في فكره ما نضجت في شيء فممكن اتركهم. بس يفترض انا هلا وصلت لهالمرحله ما بقى انشر شيء، يعني اعمل كتاب الا يكون في صار في سويه معينه، يعني مو بس الي هالحكي، لاي كاتب بعد فتره معينه انت بتغفر للكاتب بالكتاب الاول بالثاني، بس بعدين انت بدك اياه يطور نفسه. يعني انا رجعت بعد 20 سنه على اعمل الماجستير عم بدرس جماليات القصه القصيره عند الاستاذ حسن ميم يوسف، بوجه له تحيه كبيره، المبدع الكبير. فانا حبيت ادعم كتابتي للقصه بالدراسه الاكاديميه، يعني حسيت هلا ما بصير بكره انا المجموعه الجديده القصصيه تكون انه يعني يفترض انه ما في شيء مثالي ما في شيء كامل، طبعا. بس يفترض انه الملاحظات اللي اخذتها انه يكون اكيد اشتغلت تم العمل عليها وتفاديها تماما. طبعا ونحن في لك كتاب
القادم إن شاء الله. هو مجموعة ما رح سميه شعر مشان ما أتطفل على أهل الشعر، أنا معروفة كقصة، هو مجموعة نصوص ما بين قصيدة النسر ونصوص شعرية اسمه أموية الهوى إن شاء الله. أموية الهوى إن شاء الله. حلو العنوان، فيني أعرف ليش بدك تسميه هيك؟ أو ليش سميتيه هيك؟ لأني أنا أموية الهوى. حلو كثير. حلو كثير. يعني هذا بس تأكيد على الفكرة اللي حضرتك ذكرتيها، أنه نحن كل شهر على الأقل يوجد توقيع كتاب لأحد الأديبات. هلا كونه نحن عم نعيش أيام مناهضة العنف ضد أيام المرأة، فخليني يعني خصص حديثي عن هذا الموضوع. هو كتاب مجموعة قصصية؟ لا، مجموعة نصوص إبداعية أقرب إلى الشعر، خلينا نقول يعني أقرب إلى الشعر وليست شعرية. روح النسر وأقرب إلى الشعر، يعني فيها مزيج من هذا وذاك، بس هي بقالب شعري مقدمة. ما فيني سميها قصص لأنه هي مو قصص، هي نصوص إبداعية، قصائد نسرية هيك. ما بدي أتعدى على مجال مو مجالي يعني صراحة. طبيعي. طيب هلأ أستاذ نور بتحكي كمان، هي هذه الحالة الوجدانية العالية للمرأة، فهي التفاصيل الدقيقة اللي كنت عم تسألني اللي كنا عم نحكي فيها كل الحلقة. طيب هلأ أنت هلأ ضمن الأدب والقصة والكتابة والرواية، ما بعرف في رأي أنه القصة والرواية هي أكثر مبيعا من الكتب الشعرية. هلا هذا كلام مش بالضرورة يكون صحيح، لكن إذا في إحصائية معينة بتشوفي أكثر الكتب مبيعا هي رواية، رواية تحولت رواية إلى فيلم. ليش؟ التسويق للأفلام وللمسلسلات هو أكبر، يعني الناس بترغب أكثر إنه الرواية ممكن تتحول لفيلم لمسلسل لأي شيء، فهو أكثر مطلوب أكثر. والله بشكل عام الإقبال على شراء الكتب هو كتير ضئيل، ومشكور اتحاد الكتاب العرب لما بيعمل أو وزارة الثقافة بتعمل معرض كتاب، فهي بتتيح فرصة للناس اللي بتحب لسه ملامسة الورق، يعني صح. هذا الإحساس، فالناس بتقبل على الشراء. مع الأيام بتحسينها خف تمام. كله توجه للموبايلات والبي دي اف. فهو الناس اللي خلينا نقول كلاسيكيين لسه بيحبوا ملمس الورق والقراءة من الكتاب بيشوفوا فرصة باقتناء الكتب بهالمعارض اللي عم بيصير فيها تخفيضات، لأنه كمان سعر الكتاب كتير، يعني أنت ما فينك الطالب واحد ما نو قادر يشتري المقومات الأساسية يروح يشتري يعمر مكتبته بأفضل الكتب، مع أنه هي حاجة مثل الأكل والشرب مثل أي شيء، بس الناس بتفضل أكيد حاجيات الأساسية على شراء الكتب. طب لما بتشوفي معرض الكتاب كيف تشوفي الرواد؟ والله كتير اقبال، يعني انا ما بصير معرض يمكن اقل معرض بشتري فيه انا 22 كتاب 30 كتاب. انا والله في فيه الاسعار عم بتكون اتحاد الكتاب ووزاره الثقافه عم بيقدموا تماما يعني عم بيعطوا فرصه كبيره للناس، حتى الكتب لاسماء كبيره كتير يعني بالعالم العربي وحتى كتب مترجمه، فانا عم شوف الاقبال كتير رائع، يعني وحتى حضراتكم عم بتغطوا وعم بتكون في اقبال وخاصه من الشباب، بس هي هالفرص بس بالمعارض عم بتصير، بس خلال الايام الثانيه ما حدا عم بيكون. كونك اتيتي على ذكر الشباب، يعني في هلأ توجه شبابي نحو العودة إلى الكتاب، مو الكل عم يحافظ على موضوع أنه أنا أقرأ عن الإنترنت، في حركة عودة للشباب إلى الكتاب والبحث عن كتب. يمكن أجرينا أكثر من لقاء ونعرف أكثر من شخص شاب يعني ما بيتجاوز عمره 20-22 سنة 25 سنة يقتني هذه الكتب من المكتبة. يعني الملخص قد ما كان في توجه نحو التكنولوجيا، نحن ما بننصل أصالي ولو كانت بقعة صغيرة. صحيح. هذا شيء عم تلمسيه بالطلاب بالمدرسة. أكيد أكيد. هلأ مثل الطب البديل أو طب الأعشاب، يعني هلأ الناس كرهت الدواء، عم ترجع خلينا نشرب زهورات، نأخذ أدوية بديلة، فهلأ مهما تطورنا بالدواء منحس إنه هو شغلة مصطنعة، منرجع على الشغلات القديمة والبسيطة. صح. حتى يعني بالقراءة وكذا، أنا من الناس اللي بعاني كتير إنه أحيانا بدي أشتغل بالماجستير بكتاب، القراءة الإلكترونية مرهقة جدا وما فيها روح، أما أنا لما بكمش الكتاب بحسه معي، بيتنقل معي، بحسه جزء مني يعني. فهلأ هاي الحالة أنا كتير سعيدة عم شوفها مع طلابنا ومع شبابنا، العودة للكتاب. يعني مثل ما حكينا لولا الجانب الاقتصادي بتوقع كان في ارتداد كبير لهالموضوع، مع انه في ناس بتقول انه معقوله واحد بعد ما مشي لقدام يرجع لورا. لا، اذا واحد عودة محمودة تماما، حالة ايجابية انك انت يكون عندك هالكتاب موجود معك ويصير هالصداقة وهالروح اللي بيناتكم. يقولوا لك حتى ملمس الورق ورائحة الكتاب تختلف. وخير جليس في الأنام كتابه. وخير ما نختم به هذه الجملة اللي حضرتك ختمتي فيها أستاذي نور، ما ضل غير أن تشكرك جزيل الشكر على قبولك دعوتنا وعلى الحديث الشيق مع حضرتك. شكرا كثير، سعيدة بوجودي معكم. شكرا شكرا يا رب. طبعا هيك بنكون وصلنا معكم مشاهدينا الأكارم لنهاية حلقة اليوم من مرايا الثقافي والفنون، أودعكم على أمل لقائكم الخميس المقبل مع موضوع جديد. إلى ذلك الوقت دمتم ودامت صحتكم بألف خير.